يا ابن صبرة. أنا ابن صبرة صبارة شمس الزمان النوارة، أنا ابن صبرة صبارة شمس الزمان النوارة، وجدي كان شيخ الحارة وأهلي كل المصريين. أدي النسب وأدي المعنى وأدي الوداد اللي جمعنا، أدي النسب وأدي المعنى وأدي الوداد اللي جمعنا، وأدي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين. قالت لي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني، قالت لي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني، لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك، لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك، ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور، والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار، والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار. وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج، العمر ما هوش عمري والرزق ما هوش رزقين. يا ابني صبرا. وديت الصينية ماما لخالتي صبرا. تسلم يا حبيبي. محشي. أم مينا بعت لنا المحشي ده يا أم. أم مينا تسلم إيديها، طول عمرها صاحبة واجب. بقولك إيه يا بطة يا بنتي، تعالي يا حبيبتي تكملي الأكل حسن رجلي مش شايلان، عايزة أخش أصحى أبوكي. يلا يلا حاضر. يلا يا حبيبتي. الله، انت صاحي يا امين؟ صدق الله العظيم. ايوه صاحي يا صبرا، ولا شايل الهموم زي حالاتي يجي له نوم؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب هم ابدا، ربنا يفرج الهموم. قادر يا كريم. اللهم امين يا رب. يا رب. امال فين ادم وعامل؟ ادم لسه في كليته وعامل لسه نايم. وفين يحيى؟ بيلعب كرة في الشارع. يا دي الكورة، كل يوم لعب كورة؟ يا اخويا ما تسيبه يلعب. فكر نفسه ابو تريكة ولا ايه؟ يا اخويا اسمع من بقك ربنا ويبقى زي ابو تريكة. قادر يا كريم يا رب. ايوه دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوظوا ان شاء الله. يا اخويا تدلعوا في حياتك ان شاء الله. خليك خليك انت. الله العظيم. اهلا يا سامية. ازيك يا ابو؟ الحمد لله يا بنتي. انت كويس؟ الحمد لله. عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله عايشه. سامية يا حبيبتي
ازيك يا ماما؟ وحشتيني. وانت كمان. ازيك حبيبتي؟ ازيك يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين بطة؟ بطة طالع عينيها في المطبخ. اغيثونا. طب انا هقوم اشوف الاكل. لا خليكي وانا هشوف. طب انا هصح عامر بقى. عامر يا عامر. ايوه اصحى بقى، بلاش نومه اهل الكهف دي. ايوه انا بتوضى اهو، بتوضى. يلا يا اب هنا يا كسروا مرسيدس. بتعطي له وجهه المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ اسمين عم تسعد الكوره. اتكل على الله مفيش كوره. يلا الكوره دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عم تسعد الكوره. مفيش كوره يا ابني. يلا اتكل على الله. يلا بقول لك معلش عم تسعد الكوره. يلا يا ابني هنا هديك على قفاك. انت مين على قفايا يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ابوك يا حبيبي خالي معديس. ايه؟ ابوك يا حبيبي خالي معديس. كلمة ايه دي يا عم انت؟ في ايه يا ضيحة؟ في ايه؟ كورة جت عنده تسبت له بيقول لك ديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات يا روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا الواد ده لو عدى قدامك بعد كده وما وقفتش تديله تعظيم سلام هطلع عين اهلك، فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ديزي لم نفسك يا جدع، احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليا. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم، ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم، انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلق على باب المحل. جدع يا ادم انت حلو اهو. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان قصاد طبيب كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت بيت. اما تبيتك بتقول لي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. بس كنت في طبعين اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. الجهوات بقى عاملين لي فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ ادي يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولد. ايوه كلنا كلنا يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمادي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. بس عوات يا بنت ما بيتكم ورانا بشارعين. ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده ملك يا سامي. فيك ايه يا حبيبتي؟ ما فيش يابا. عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه محبوس؟ ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربه دي يا بطه. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا. انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه يما اعمل ايه واجيب فلوس الولاده منين. طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟
كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا، انا ما اعرفش حاجه، حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل، كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي، ان شاء الله هتتظبط، بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله حاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله، كام فستان زياده ازاي؟ اذا كنت انت مكفيه على المكنه ليل ونهار، هتعمل ايه اكتر من انت بتعمليه؟ دي بنتنا برضه يعني، ولازم نقف جنبها. الله، وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقعوا في قربزنا احنا برضه؟ خلاص يا عم امين، في ايه بقى؟ واحد الله. لا اله الا الله يا سيدي، لا اله الا الله. مش كفايه علينا خالك حاطط ايديه في ميه بارده ما يدفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت ساميه، انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي، وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بعرفش ينزل. هو ما جيبه انا. اوكي يا بنت كده. استغفر الله العظيم يا رب. بابا كل يا حبيبتي كل. يلا حاجة عندي. العب يا قفا يا قفا يا هفا، هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. طب اللي اول واحد فيكم بيعرف يلعب، هات الكورة دي تعالى تعالى هشوط شوطة واحدة. راحتك يا كبير، ده انت لسه مدي الديسي علقة تمام. تمين يا بقول لكم ايه، مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش. هشوط شوطة، اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جوجو. يا خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجة. يا ابن المحظوظة يا سيس. ويلس ها مركز؟ ركز. ويلس يا ابو ايوه يا ابو ادم فتحي عنك انت. طب خيرك يا ادم، ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى قلت الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. حد يشيل كده انت. فين ده؟ انت كنت فين؟ بوصل لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمة عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه؟ انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنة وانت طيب. ده العيد بعد بكرة دي. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. صدقك كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه، ده بيجي مره كل 4 سنين. ايوه فعلا سنه كبيسه يعني. اهو اليوم الزياده ده بالنسبه لي احلى يوم. انت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا اجيب لك حته هديه بس مش هحرقها لك دلوقتي. ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرت كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك نزوق لك الفيسبا واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا.
همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي. خد يا ادم الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه ان تبع منطقتي والنبع مع عفيف. عارفين انا من التوصيله دي احسن مني. احنا في العشر الاواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشر الأواخر بالتوصيل يا عم هذا؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يالا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيف خلي ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل بكده. لا يا ضم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عني المصروف أحسن يا عم مرتضى. آدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي مشفناش بعض فيه. اخسى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. انت هتصيع يا بيت. ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه، من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان، ما تفكرنيش. الله انا دلوقتي لولوس. وبعدين انا مخنوقه اليومين دول، امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني. خدي بالك. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تتسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا ميسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط، ده انا نسحر احنا التلاتة. تلاتة؟ انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان. لو سمحت يا عم امين خلصني. فوت علينا بعد العيد اكون رجعت ورقك يا سيد. يا استاذ امين ربنا يخليك، انا بقالي شهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايده. فات الكتير ما بقى الا القليل يا سيد. لحد امتى؟ ده حته التصريح لا راح ولا جاي عشان راجل معوق هنحط له حديدتين قدام بيته. ودي شويه حدتين هيندقوا في الطريق العام، يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا اي حد يركب ما بينهم. المفروض ان احنا ناخد اذن من البلديه والمطافي والامن الصناعي. ياه احنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا هي سايبه. طب ايه رايك بقى في اللي بيحط حجر عافيه ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر وهيتعمل مخالفه وهيدفع غرامه، واذا ما دفعش غرامه هتبقى قضيه. انما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا أستاذ أمين أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهيل على الله،
وكل شيء بثمنه. يا استاذ امين انتوا كل اللي بتطلبوه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايده. فكر شويه، شغل مخك، يمكن في حاجه ما اندفعتش هي اللي معطله لك الدنيا. حاجه ايه يا استاذ امين؟ انت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قول لي كده. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سيدي بالصحه والسلام. ان شاء الله اجي اخد التصريح امتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز اهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيديه يبقى احنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلديه والامن الصناعي و لا 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 لا، دي كلها حاجات روتينيه. الكلام ده لما يبقى شارع عام، انا واضح من الورق بتاعك انك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمه. ربنا يخليك لينا يا عم امين. ويخليكم انتوا لينا ويرزقكم برزقنا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش فاهم يا استاذ امين، انت ازاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوه دي؟ يعني انت ما بتقبلهاش يا استاذ سيد؟ ايوه بس انا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوه؟ امال تعتبر ايه؟ دي دمغه نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحه مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغه نفس؟ ايوه دمغه نفس. ولعلمك بقى دي اهم دمغه في الدمغات، والمفروض انها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافاه للموظف على سرعه تاديته خدماته للمواطنين. وبما ان الحكومه ما بتدفعش الدمغه دي، فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديرا لزميله الموظف علشان يمشي له شغله. تصدق معاك حق. طبعا. لما نقص شكرا. بابا اتاخر وهياخرنا كده على المحاضره. ها سيبك بقى كده وقولي لي، باركت له على عيد ميلاده؟ باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش، شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ ادم جريء وب100 لسان. مش عارفه كده انا بيجي لي احساس انه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا ايه بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عامه انا حاسه وانا احساسي ما يخيبش ابدا. بطلي التخريف اللي انت بتقوليه يا هبه. انا وادم زي الاخوات متربيين مع بعض، يعني مفيش ما بيننا التخريف ده. طب ما انا متربيه معاكم من زمان وبرضه بيهتم بيكي انت زياده. بطلي هبل بقى يا هبه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عمو عبيد؟ اهو الحمد لله عايشين بنكافح. اتاخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتاخرني على المحاضره. لا كله الا المحاضرات. انت عارفه السنه بتوقف عليها بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليه كفالة الشر؟ اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاله ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه؟ ليه؟ امال الفستان ان شاء الله ثمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده؟ ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد؟ ده في فساتين بتعدي الألف والألفين. الله؟ نبي يا اختي اتنقطينا بسكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني؟ اراجع نفسي في ايه؟ يعني دي عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي 5. بقولك ايه يا بابا؟ ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل، وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقولك ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا حدهم لك وافتح لك دفتر توفير. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا. اتفضلي. ايه دول يا بابا؟ مديني 100 جنيه خمسات؟ انت مش هتبطل حركاتك دي. ايوه كل 5 فوق 5 عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مدوره والعين فلتت الحق. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنت طالعه ايدها مخرومه لمين؟ مع ان امها بخيل. سلام. انت عوض على تليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقه وكنت ماشيه. هعمل ايه بس يا بطه؟ كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مره وسامعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو وما بتردش عليا. اعمل ايه بس؟ الظابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد، رحت فاتح عليكي وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المره دي. لا قبل ما تعديها في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. ايه؟
وحشتيني. انت كمان بجد؟ بس بجد بقى عايز اقول لك حاجه بجد بجد قوي يعني المره دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان انت بنت جدعه وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوه. حلوه قوي. زي القمر. واموت فيك. ايه رايكم بقى يا شلمزات في عربيتي الجديده واللون الابيض؟ ايه سبيشال اوردر ما شاء الله يا معلم. مش لسه مغير عربيه الشهر اللي فات؟ كل شهر بتغير عربيه جديده. الله اكبر. في ايه يا عم انت؟ انا العربيات دي هوايتي، وبعدين دي لعبه الكبار. يا عم ده قالوا حراميه ومعاهم فلوس كتير. اللي بيته من ازاز يا حبوب، وبعدين ما انت خالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمه. يا عم ده عمي مش خالي، انت هتحور كمان. تصدق ظلمته طلع عمه مش خاله. بقول لك ايه، الزبون لسه ما اكتشفش ان انا مونيكا اللي بتشتغله على الانترنت، اوعى تفضحني. صحيح يا وليد، انت ابن محظوظه، البت زي القمر انت معلقه على الفيسبوك مونيكا دي، هموت واعرف عجبها فيك ايه. اوه انت ما شفتش بقى، بتخيل بقى يا ادم انا بصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف اعلق بت بوزه زي دي. انت على مونيكا؟ مونيكا. بقول لك ايه، انت بتعمل معاها حاجه بقى كده ولا كده؟ وصلتوا لايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني. فلت ها؟ فلت منك. كان عندك ميعاد انت معاها بقى، عمال تقول لنا مونيكا الساعه 2. فكرتني، انت فكرتني بالميعاد ده، انا لازم اطير دلوقتي حالا، ان هي قاعده على نار مستنياني. انتوا بقى كملوا الحوار بتاع صحابها بقى، حماده صحابها. يلا سلام يا جماعه. خير انت بقى، بس اوعى تخبط في حاجه وانت طاير. نمره ابن اللذين. بقول لكم ايه صحيح؟ ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم اي حاجه من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده. ولا حاجه، الدكتور عايزني اعمل استطلاع راي على اكبر مشكله بتقرق المجتمع المصري. أكبر مشكلة بتؤرق المجتمع المصري. أهلا سعد. أهلا بيك، إزيك؟ أنا مش عارف بس إيه اللي طلعها في دماغك إن أنت تجيبي نظارات النهاردة. عشان الهاني مون يا حبيبي، أنت مش فاهم هناك الشمس جامدة قد إيه؟ مش عارف ليه محسساني يا نانسي ان احنا هنطلع الهاني مون ده نكسر الفيزا بتاعت تايلاند ونعمل هجره غير مشروعه. جو ايه؟ تعالى عايزك. ها حلوه دي؟ حلوه. طيب ودي؟ برضو حلوه. كلهم حلوين يا نانسي. ايه اللي كلهم حلوين؟ انت ايه ما فيش راي خالص كده؟ هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى ما فيش راي خالص؟ طب ماشي يا ستي، كلهم وحشين كده يا جو؟ اوكي، انا هشتري واحده سودا عشان انت بتكره الاسود. لا نانسي، عشان خاطري بلاش الاسود، عشان خاطري. ايوه كده. استنى بقى عشان عايزاك تقيس حاجه. تعملي ايه؟ قيس دي كده. ها حلوه؟ حلوه قوي. حلوه قوي. بحبك يا نانسي. احنا في المحل. صحيح. على شوية حاجات جوه. مش قادرة أصدق إنها أخيرا كملت وبجد طالعة تحفة. لا ما خدتيش بالك بقى من السفرة، جت واتفرشت أهي. إيه ده، أنت حطيتها؟ شفت مكانها هنا أحلى إزاي؟ خلاص يا ستي بقى، ما أنا حطيتها لك مكان ما أنت عايزة. تعالي بس هوريكي حتة مفاجأة جامدة جدا. طب اروحها بالراحة. طيب هوريكي حاجة جامدة جدا. كمان أنت لازم النهاردة. إيه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ فين المفاجأة؟ ايه التلاجة؟ ما جبناها وكراتين وبتاع. بجد؟ لا تصدق، مفاجأة رهيبة فعلا. لوحدي. كويس، انا كملتها لوحدك، معكش حد يعني. غاوي تكسفيني على طول، هتفضلي تكسفيني على طول كده. بقولك ايه؟ ما تيجي نبات هنا النهاردة. تلم. طب بوسة. طيب بوسة. تلم يا جو. كلها كام يوم محدش هيقولي تلم، فاهمة؟ كمان كام يوم، مش دلوقتي. بموت فيك يا نانسي. الله، ما رحت شغلك ليه يا عامر؟ ماليش نفس اروح النهارده. مالكش نفس يعني ايه؟ هي رحله يعني. هروح اعمل ايه؟ بروح اكل سندوتشات واشرب فشايات
وانم على زمايلي، يعني ايه مفيش حاجه مهمه. طيب قول الحمد لله بقى انك انت مش عاطل. انا عاطل برضو، عاطل يا صبره، بس بمرتب. طب احمد ربنا بقى انهم بيدولك مرتب على كده. انا داخل انام، ابقوا صحوني على الفطار. يا ابني انت ما زهقتش نوم؟ يعني عايز انا اعمل ايه يا صبره؟ تشوف لك اي شغلانه بعد الظهر تزود دخلك، تضيع وقتك. شغلانه؟ انا فاضل لي 4 سنين وبقى عندي 50 سنة. شغل ايه اللي هيقبلني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهاده خبره صبره، وانت عارفه اختي الحكومه ما بتديش خبره. ايوه يا حبيبي، بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خلق ربنا؟ اتجوز؟ انت بتقولي احلام يا صبره، الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقت كوابيس. والله بقت كوابيس يا صبره، بقوم مفزوع منها طول الليل. انا بقوم بلاقي دمعتها على خدي مش حاسس بيها. سايق عليك النبى يا صبره، سايق عليك النبى اختي، ما تقلب على امواهي. هبقى كويس، هبقى كويس يا صبره. صباح الخير يا نانسي. صباح النور يا صبري. في راجل اجنبي جوه عجبه قوي الكاوتش البني بس عايز يغير القماش. اوكي تاني نشوف. سو هبعتي البين باك بتاعت المهندس مصطفى سرور. اوكي. هاي نانسي. ريتشارد. هاف ا سيت بليز. ثانك يو. يو لايك ذا جاليري؟ اتس بيوتيفول. يو ذا مانجر؟ نو اكشلي ام ذا اونر. سو ماي اسيستنت تول مي ذات يو لايك ذس كاوتش. I do, but I want a new one because we've sat on this one. I'm just kidding. I like it, maybe a different fabric or color. Okay, may I know the colors of your apartment? Villa, and it's under construction. Really? You know that we also do interior designing? My, that's fantastic, then I've come to the right place. I don't trust my own taste, only the taste of a woman. Okay, and I would love to help you. Sorry, excuse me. أيوة يا ماما. معلش أصل معايا كلاينت. أنا جاية على طول، أنا هروح بعد كده. أوكي. أوكي مش هتأخر، يلا. باي. كل سنة طيبين يا رجالة، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. كل سنة طيب يا فرد، يا حلوة يا حلوة انتي. صوت طيب يا ده، صوت طيب يا حبيبي، صوت طيب يا مينا. صحة سلامة يا قلبي. أمك عملت لنا شوية كحك عسل. يا طهور هات لينا قصيدة العيد كده بقى. فاكر قصيدة السنة اللي فاتت بتاعت حبيباتي؟ اتشقطت مني. بس بزبتك مش كانت حلوة؟ كانت حلوة والله. خش بقى على بتاعت السنة دي. عايز تسمع حاجة؟ مصمم. طب نوقف لعبة بقى نسمع. مطاطي. مطاطي. مطاطي ونفسي مكسورة. وراضي إني فيكي أعيش. ولو لقيت بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. مطاطي ونفسي مكسورة وراضي إني فيك أعيش. ولو لقيت بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. لكن دلوقتي سامحيني، أنا بحلم بلقمة عيش. يا ابن اللذين. ايه ده؟ بطاطي شعرك ريحته وحشة، شعرك ركيك. بطاطك يا راجل يا معفن، مش فاهم قيمة الكلام اللي بيقوله. يلا يا عم قوم استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل ايه. انت عارف يا طاهر احلى حاجة فيك؟ انت
حبسنا ده معلم. استنى بس يا جدع، قول يا اخويا احلى حاجه فيك ان الشعر بتاعك سترونج. ربنا يكرمك يا حبيبي. وفي نفس الوقت ضعيف. This not your problem. دي مشكلتي انا، مشكلتي. خليها الله معلم، خليها الله. مالك يا ابو ادم ساكت ليه كده؟ سكت طبعا يا معلم. انت قلبت علينا المواجع في الوقفه السنه اللي فاتت، كنت عامل قصيده لحبيبتك. السنه دي شوف انت عاملها ليه؟ واضح ان احنا كبرنا كده والهم مال حياتنا. احنا ما كبرناش، احنا فهمنا. وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد، كل ما جواك يزيد الالم. الم ورقه وكراسه، ايه جو محو الاميه ده؟ انا غلطان ان قعدت مع عالم جهله زيكم، جاتكم القرف. اللي اقول يا ادم، هو مين الراجل ده؟ معرفش، انا فاكره جاي معاك. معرفش، انا فاكره جاي معاك. نعم، انا معرفش، انا فاكره جاي معاك. مين ده يا حاج؟ معرفش، انا فاكره معاك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم بارك لي في أولادي وبناتي واصرف عنهم السوء. اللهم بارك لي في آدم ابني، اللهم اكتب له النجاح، اللهم يسر له طريق الفلاح، اللهم اجعله لي خير خلف، واجعله لأمه وأخواته خير سند. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أعد علينا العيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا رب العالمين. اللي أقول له عربي، 10 سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك. عربي انجليزي شقلباز، يعني ايه يا معلم؟ عادي يا جدع، ميضاد الله يرحمه اسمه شقلباز، وشقلباز دي كانت عيله ريتش في وقت الشده، والانجليزي ده بقى اسم الشهره بتاعي. اكمني بشتغل مع الاجانب طول الوقت زي ما انتوا شايفين كده، وسايب العيال وامهم فوق السطوح وانت ناطر وزاوم لوحديهم. الله، ما انا باشقى واتعب واشتغل واعرف نسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والاولاد. ونعم الشقة. الله، اعمل ايه يا صاحبي؟ المطر يركب الهرب. ايه الهرب؟ الصعب يعني. برضه ما فهمتش، يعني انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايزي خالص، اضرب المويل بكين المحزق وبروز السمانه واجي فارد على الشازلونج كده. مطر تلقط ايه بقى؟ قلقط النسوان الاجانب من سن التسعين كده وانت طالع. 90 وانت طالع؟ طالع فين يا معلم؟ انت كده طالع على القرافة. قلبنا عداد بدري بدري، وكل ما كانت عظمة كبيرة تفرهد وتاكل الطعمة بسرعة. يعني انت من الرجالة اللي بيبيعوا نفسهم عشان خاطر الفلوس. الله ينور عليك. الله، ما هي دي الفرصة يا صاحبي. بس مش دي الفرصة يا صاحبي، الفرصة اللي غنى لها منير وقال عليها ايه؟ الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة ببدال. بدال وجدول وجنزير، وطبعا هتطبلوله. بقول لكم ايه، ما تاخدوني لفه معاكم. ما تخنونيش يا ديشي، ساقك هيخش زي الناس دي كلها. انت مش على راسك ريش يا اخويا. لا يا اخويا، على راسي ريشه. اهي وصاد هيخش اول صاد. مش هيخش الا في الاصول. بقول لك ايه، الفرن عطل، روح اعملوا حته تانيه يا اخويا. يلا. ايه يا فانيليا، وبصتك علي علمني ليا يا فانيليا. هي حاليا معفنه عليا الطلاب الثلاثه. اللي الصاج بتاعنا ما دخلش اول صاج تولع لك الفرن وانت في قلبي. ليه؟ علشان الفرن كان مات في يخت ولا ايه؟ اصل يا عم فانيليا لو كترت في الكلام هشقك. ليه بطيخه قدامك؟ في حاجه يا فانيليا؟ في يا عم فانيليا؟ لا مفيش حاجه يا ادم. لا في يا ادم، مصر يدخل صاج الاول. قلت له ازاي؟ في ناس قبليه، وانا على راسي ريشه يعني ولا حاجه؟
لا مفيش ريشه ولا حاجه.